أمامنا بالأفق جبال أراكات. هسه بعد شوي راح نصعد فوق. احنا الآن قرب الصليب المقدس وهيكل الإيمان. هذا هناك عندنا هيكل الإيمان أو هيكل الأمل. هذا مقابلنا جبل آرا وهذا الصليب. ما نريد نتكلم لكم عن الصليب، عندنا تقرير عن هذا الصليب في اليوتيوب تقدرون تتابعوا. هذا الصليب يتكون من 1700 صليب متصل مع بعض وسنوين يضاف عليه صليب. اللي يحب يعرف تفاصيلها يقدر على اليوتيوب من خلال قناتنا ويشاهد التقرير عن هذا الموضوع. نشاهد الثلوج لحد الآن موجودة فوق الجبال أراكات. طبعا هذا الصليب مكون من 1700 صليب وسنويا يضاف عليه الصليب، ولذلك نقول لكم تابعوا التقرير من خلال يوتيوب حتى تعرفون التفاصيل بالكامل عنه. اكتب في خانة البحث الصليب المقدس وهيكل الإيمان في أرمينيا، قرارات للسياحة. إن شاء الله تتابعوا التقرير بكل تفاصيله.